السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نكمل الدرس في التفسير، وقد وقفت عند سورة القدر. يقول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. هذه السورة، سورة القدر، هي خمس آيات. وهذه السورة قيل عنها إنها مكية، وقيل إنها مدنية، وهذا اسمها سورة القدر، لأن لفظ القدر تكرر فيها أكثر من مرة. وفي هذه السورة العظيمة الجليلة أن الله افتتح هذه السورة الكريمة مخبرا بأنه تعالى أنزل القرآن في ليلة القدر من شهر رمضان، ثم عظم شأنها قائلا، يعني عظم شأن ليلة القدر قائلا: وما أدراك، يعني يا محمد، وهذا استفهام بمعنى التفخيم والتعظيم لها، وما أدراك يا محمد، يعني وما أعلمك يا محمد أي شيء ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر. ثم بين الله سبحانه مظاهر فضلها، فقال: ليلة القدر في خيرها وبركتها وثواب الأعمال فيها أفضل من ألف شهر. لم يقل هي كألف شهر، يعني كثلاث وثمانين سنة وأربعة أشهر، لا، وإنما قال خير من ألف شهر، يعني أنها أفضل من ألف شهر، يعني أفضل من 83 سنة وأربعة أشهر. ثم قال: تنزل الملائكة، يعني تهبط الملائكة، هو جبريل عليه السلام، من السماء إلى الأرض في ليلة القدر بإذن ربهم من كل أمر، وهي ليلة ذات سلامة من كل شر وأذى، وذلك من بعد غروب الشمس إلى طلوع الفجر. إذن هذا هو التفسير الإجمالي لهذه السورة العظيمة. فالله أما ما يتعلق بالتفصيل أو نوع من التفصيل، فالله تعالى يقول: إنا أنزلناه في ليلة القدر، يعني إنا أنزلنا القرآن هذا في ليلة القدر من شهر رمضان، إنا، وهذه نون العظمة، فالله تعالى يعظم نفسه، وحق له أن يعظم نفسه، لأنه العظيم الذي هو فوق كل شيء. فقال: إنا أنزلناه، يعني هذا القرآن العظيم، إنا أنزلناه، يعني هذا القرآن العظيم. والتنزيل لهذا القرآن العظيم ذكر أهل العلم أنه كان تنزيل من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة، ثم من بيت العزة نزل على النبي عليه الصلاة والسلام خلال 23 سنة. وذكر أهل العلم الحكمة، أو من ضمن الحكم في كونه ينزل هذا القرآن على النبي عليه الصلاة والسلام خلال 23 سنة، قال عندما قال المشاغبون من الكفار، وقالوا لولا أنزل عليه القرآن جملة واحدة، والجواب قال الله سبحانه وتعالى: كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فكونه ينزل على
ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم من بيت العزة، ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم خلال 23 سنة من الحكم أن يثبت الله فؤاد محمد عليه الصلاة والسلام. وإنا أنزلناه في ليلة القدر. ثم هذه الليلة تحدث العلماء لماذا سميت بهذا الاسم، فقيل سميت بليلة القدر لعلو قدرها ومكانتها عند الله رب العالمين، وقيل سميت بهذا الليلة بهذا الاسم لأنه يحصل فيها التقدير السنوي، التقدير السنوي يحصل، وهذا التقدير السنوي لا يعارض التقدير الأزلي ولا يعارض غيره ما يتعلق بالقدر، لأن عندنا التقدير الأزلي وهو إن كل شيء خلقناه بقدر، وحديث أول ما خلق الله القلم قال أكتب، قال ما أكتب، قال أكتب ما هو كان يوم القيامة. وعندنا التقدير العمري أن الله يرسل ملك إلى الشخص في بطن أمه ويكتب رزقه وأجره وشقيه وسعيد، وهناك التقدير هذا العمري الأول الأزلي والثاني العمري والثالث التقدير السنوي الذي يكون في ليلة القدر، والرابع التقدير اليومي كل يوم هو في شأن، وكل هذه لا يتعارض بعضها مع بعض. فالعلماء قالوا سميت بهذا الاسم لأنه يقدر فيها ما يكون في السنة، وقال بعض العلماء سميت بليلة القدر لأن الأرض تضيق من الضيق، لأن الأرض تضيق من كثرة الملائكة الذين ينزلون في هذه الليلة، الأرض تضيق بالملائكة من كثرة الملائكة الذين ينزلون في هذه الليلة. وقيل سميت بليلة القدر من التضيق أيضا لأن ساعاتها قليلة من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، فهي قليلة، ولا يمنع أن يكون جميع هذه الأقوال يعني أنها كلها حاصلة، لأنها ليلة مباركة من علو قدرها ويقدر فيها الشيء السنوي التقدير السنوي، ولكونها ضيقة الساعات ولوقتها، ولكون الأرض تضيق بالملائكة الذين ينزلون من السماء. وليلة القدر بعض العلماء يقول إنها رفعت، بمعنى أنها كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وانتهى أمره، وهذا غير صحيح، بل ليلة القدر باقية إلى قيام الساعة. والأمر الآخر أن بعض العلماء قال إن ليلة القدر تكون في غير رمضان، وهذا كلام غير صحيح، وليلة القدر تكون في رمضان. والأمر الثالث أن ليلة القدر أن ليلة، وبعض الناس العامة كما نبه الشيخ ابن تيمية رحمه الله يظن أن ليلة القدر تكون ليلة النصف من شعبان، وهذا غير صحيح، غير صحيح. الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح أنه كان يصوم أكثر شعبان، هذا ما في إشكال، لكن كون ليلة القدر ليلة النصف من شعبان هذا غير صحيح، لأن ليلة النصف من شعبان هي مثلها مثل غيرها، فلا يجوز الإنسان يخصص ليلة النصف من شعبان بقربات، إما صلاة يعني قربات عن غيرها من الليالي أو نفقة أو غير ذلك، فهي مثلها مثل الأيام مثل الليالي الأخرى، لأن الأحاديث كما ذكر العلماء التي جعلت أو الأحاديث التي وردت في ليلة النصف من شعبان هذه كلها فيها مقال، فيها ضعف يعني فيها مقال. فنخرج من هذا أن ليلة القدر ليلة عظيمة. فقال تعالى إن أنزلناه في ليلة القدر، إن أنزلناه في ليلة القدر، وهذه الليلة من رحمة الله أن الله أخفاها عن أمته، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى أخفاها عن الناس، ولعل السبب في ذلك ليتبين الصادق في طلبها من غيره. وقال بعض العلماء لعل إخفاءها في رحمة للناس ليكثروا من الطاعات في طلب هذه الليلة في الليالي الأخيرة خاصة. ثم تحدث العلماء متى تكون ليلة القدر، فالذي عليه العلماء أنها تتحرى في العشر الأواخر من رمضان، وبالذات في الأوتار من رمضان، ليلة 21، ليلة 23، ليلة 25، 27، 29.
والشيخ ابن عثيمين رحمه الله نبه على مسألة، وهي أن بعض الناس كل سنة يخصص ليلة 27 ويذهب فيها ويعتمر، يعمل عمرة. فالشيخ ابن عثيمين يقول هذا غير صحيح، وأن الإنسان يخصص ليلة 27 بعمرة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في رمضان في مكة ولم يخصص ليلة 27 بعمرة عليه الصلاة والسلام. إذن فينتبه الشخص إلى مثل هذه الأشياء. إن أنزلناه في ليلة القدر، ثم ذكر العلماء في قوله إن أنزلناه عن القرآن، إن أنزلناه عن القرآن في ليلة القدر، إذن القرآن هو منزل، فالقرآن منزل غير مخلوق، من الله بدأ وإليه يعود، والقرآن هو المتعبد بتلاوته المعجز بلفظه وهو بحرف وصوت. كل هذه القيود لازم تذكر، هذه القيود تذكر ليخرج من هذه القيود أصحاب الأهواء والبدع الذين يقولون مثلا إن القرآن هو حكاية عن الله، أو هو عبارة عن كلام الله، أو هو مخلوق، أعوذ بالله. كل هذا غير صحيح. الصحيح أن القرآن هو اللفظ المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته المعجز بلفظه، المعجز بلفظه وهو من حرف وصوت، نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في 23 سنة مفرقة، كما قال تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. فالقرآن منزل غير مخلوق كما هو مذهب السلف بخلاف المعتزلة وغيرهم ممن شذ عن مذهب السلف. إذن إن أنزلناه، ولعل بعض العلماء يقول كون القرآن ينزل في ليلة القدر وكونه ابتداء نزوله في ليلة القدر لم يقل في النهار وإنما قال في الليل. بعض العلماء يقول كون القرآن ينزل في الليل لأن الليل فيه السكون والهدوء والشخص يستوعب ما يقرأ أو يسمع، بخلاف النهار وما فيه من الضوضاء والضجيج. ففي قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، ثم قال تعالى على سبيل التفخيم والتعظيم والاستفهام وما أدراك ما ليلة القدر، وما أدراك يا محمد عليك الصلاة والسلام، ثم قال وما أدراك ما ليلة القدر، يعني أي شيء على سبيل التفخيم والتعظيم، ثم قال ليلة القدر خير من ألف شهر، لم يقل هي كألف شهر وإنما قال خير من ألف شهر. وبعض الناس يقول إنها هي كألف شهر، الله ما قال هي كألف شهر، قال هي خير من ألف شهر، فرق بين الأمرين، يعني خير من 83 سنة وأربعة أشهر. والنبي عليه الصلاة والسلام ما صح في الحديث قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والله تعالى قال عن القرآن إن أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. وما أدرى ليلة القدر خير من ألف شهر، خير من ألف شهر. قال تنزل الملائكة، يعني تهبط الملائكة، والروح فيها يعني جبريل عليه الصلاة والسلام، كما قال الله عن جبريل نزل به الروح الأمين، نزل بالقرآن، نزل به الروح الأمين على قلبك، يعني يا نبي الله على قلبك لتكون من المنذرين. ولغة هذا القرآن بلسان عربي مبين. فالملائكة تهبط وجبريل من السماء الأرض في ليلة القدر بإذن ربهم لهم من كل أمر مما أمر الله به سبحانه وتعالى. و قيل أن الملائكة تهبط من فوق إلى السماء الدنيا، وقيل أنها تهبط إلى الأرض، فهي تهبط إلى الأرض. وكون الملائكة تنزل في الأرض في هذه الليلة يكون هذا فيها خير، لأن نزول الملائكة في المكان يعم فيها الخير هذا المكان إذا نزلت الملائكة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن البيت الذي فيه كلب أو صورة ما تدخل الملائكة، فدل على كون الملائكة تنزل إلى الأرض من السماء، تنزل إلى الأرض في هذه الليلة، دل على أنها على البركة بنزول هؤلاء الملائكة. تنزل الملائكة والروح فيها جبريل
من كل أمر، يعني من الأوامر التي أمرهم الله بها، من كل أمر سلام، سلام هي حتى مطلع الفجر، يعني ليلة القدر سالمة من كل شر وأذى، وذلك من بعد غروب الشمس إلى زمن طلوع، إلى زمن طلوع الفجر. وقيل سلام هي حتى مطلع الفجر أيضا، ولا يمنع أن كل هذه الأقوال تكون واقعة ويفسر بها هذه الآية. سلام هي حتى مطلع الفجر كما تقدم سالمة من كل شر وأذى. سلام هي حتى مطلع الفجر، أن الملائكة إذا نزلت على الأرض تسلم على البشر، تسلم على المسلمين، السلام عليكم، يعني يدعون لهم بالسلامة. وأيضا سلام هي حتى مطلع الفجر، أن الله سبحانه وتعالى يسلم الشخص فيها من الذنوب والمعاصي، لأنه إذا قامها غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه. وليس هناك شيء وأسلم من كون الإنسان يقابل الله رب العالمين وقد قام هذه الليلة فغفر ما له ما تقدم من ذنبه، فيكون هذا فيه سلامة له من العذاب. نسأل الله لي ولكم أن يبعدنا وإياكم من العذاب. وفي قوله سبحانه وتعالى تقدم سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، وفي قوله تعالى خير من ألف شهر، قال بعض العلماء لما كانت أعمار أمة محمد صلى الله عليه وسلم من 60 إلى 70، الله سبحانه وتعالى بارك لهم في أعمارهم بأن يجعلهم يعملون أعمال قليلة سواء كانت قولية أو فعلية، والأجر عظيم من الله سبحانه وتعالى. فإذا كانت ليلة وهي ليلة القدر تعادل 1000 شهر، يعني 83 سنة و4 أشهر، هذا فضل عظيم، وهذا من فضل الإسلام على غير من الأديان، أن الإنسان يعمل العمل القليل ويثاب بالأجر العظيم من الله سبحانه وتعالى. هذا هو ما يتعلق بهذه السورة العظيمة الجليلة، سورة القدر. إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، والشهر سمي شهرا لاشتهار دخوله بين الناس وخروجه، خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة، والملائكة عالم غيبي مخلوقين من نور، لهم عقل وليس لهم شهوة، لا يعصون الله ما أمرون. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يحفظنا وإياكم بالإسلام قائمين، ويحفظنا بالإسلام قاعدين، ويحفظنا بالإسلام راقدين، ولا يشمت من أعداء والحاسدين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجذام والجنون وسيء الأسقام، نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، نعوذ بك من تحول عافيتك وزوال نعمتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك وأيده بتأييدك، انصر به دينك واعلي به كلمتك، اللهم وفقه ولي عهد لما تحب وترضى. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذرية ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.